بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بينا آيات اللحدة إيا أفر إلى آيات تضباطا إيا سيدات سورة آل عمران آيات دهر وحي أهيد وفتقي فيه النجران يا نبي كل أمر ما وحي لهذين نبي الله عيسى وإله بيده مياد أركتي بيده وح أبا عن لهين وإستقاء عن لهين مركان سالي النبي آدم بابا كان وكسي عجبا مركان نصارى ضويك الله بحين وقال وحي لهذين وإن إلهي أو وكلمة إستقاء كوأفو في مريم وإن إلهي وإلا وحيده كوانا وابا إله بيده كوانا وحيده و إلهي صدح بككو بني صدح أغنوم وحلينا وقيب لاهودة وإله نماء يقيب ناسودة وبني آدم نماء كتب تبين هذا مركا أمورا كاسي كاني مركا الله وحليه فمن حاجة قف حاجة قفتي كولا مرمى فيه في عيسى عيسى حالة ديسة يوسف ديسة قفتي كولا مرمى من بعد ما جاءك من العلم أنت علم كوي متكذب فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم أي نحرسك عرور تاني إيا النفط يعني ثم نبتهل أن الله برينه هباره فنجعل الله عنا طلع على الكاذبين قصة دبوية مركة مركة ما يسوح أنك بالله بينا قلوا حاتنا يا أهل الكتاب أهل الكتاب كيو تعالوا كاليا إلى كلمة هل كلمة أكاليا سواء أصم كلمة بيننا وبينكم أنا إذن كان نحضر كلمة سواء محي ألا نعبد إنينا نعبدين إلا الله ألم ويه ولا نشرك إنا نشريك يلين بها العبادة شيء إنا لا شريك يلين ولا يتخذ أنا كي يلين بعضنا قاركين بعضا قارك كلي أرباب الرب ياله وكأمر قاتوا عابدا إنا كي يلين من دون الله ألا غيرك فإن تولوا هديت يتدان مركاتا كتلا فقولوا حاتلا هذا هذا النبي محمد أصحابتي فيهين اشهدوا قرا قولنا النديدين لأننا أنه مسلمون وانه إذن لما مدمنهم الكتاب هو الدعوة آيادا هو الدعوة قفك ملكو داعية قفك أؤيالي يسكسر ريسية معها أي أنه يسكو مد نقلنا بأؤيالي وراء الإسلام وضع نقلنا أن حق وضع وحيسن هدولا أنيقا إصوات راعة وغي حناق باقلي الدعوة آيادا ومالك الدادك اللو يالي إنه فلسي من يهي ولالك آيهي بالله تصالينا مدك لو حنا بقول شيء إنه أنيقا يعابد الله يا إنه الله ودعابنا كليه ليش الدعوة داس داس مكاد ذي ديدان نبت قلي يوين يشهدوا بأن أنك مسلمين بأنه إذن كإذا لم يدمنه نبت قلي قال إنك أوتى قلوا حد كتير أو مكاد الدعوة داس داس الله فين مكاد قلوا الدعوة سوال الله قال يا إنه القرآن كود قادنا أن مساج كود تجنا أن حق ود آمن أن إله ود عابدنا يا تكده لكن قال أنا إكراع أنا إذن بقامينه وكير حناك الروحي قلوا حاتلا يا أهل الكتاب أهل الكتاب كيوم تعالوا كاليا إلى كلمة هل كلمة كلمة لا إله إلا الله سواء أصما بيننا وبينكم أنجي إذنك أصما كلمة كلمة سواء محي عربية جملوين فربنا بها كلمة ليلة أفضل كلمة أنا قلت والنبيون كلمة الله إله إلا الله وجملة ما كما يشوى جملة وحال شيء هل كلمة ميديكو يا نوى ألا نعبد إنينا عابد إلا الله ألم ويبس ولا نشرك إنا نشريك يلين به الله في العبادة عبادة الشيء شيء إنا لو ذا جنين ولا يتخذون كي لأن بعضنا قاركين بعض قارك كار أرباب الرب ياله وعابده من دون الله إلا غيرك إلا قلد النصارى دي يهود يهود ولبوا سيدا سمسي حرميسي نصارى علم ذو دي بربا اتخذوا أحبارهم وربامنهم أربابا من دون الله عدي بن حاتم ولي مسلمين بايرين لما عابد يا رسول الله بكاسوي الوحي حلال يا سو كمر راعان وحي حرام كمر تلك عبادته بوي تلك عبادته مركا قفك اله به هدادن دهين لكن فكرت اسغو وته كوغو هوغاميو الى وك الى دغت كلمه انه كلمه النبي الله محمد اديركي ابو طالب بن عبد المطلب او دفاع شري النبي النبي اسغو اوركا كو جيره دور بلود بو ابيه دنتي مدينه كو دنتي afar bilood isoo afar sano isoo jireen hooyadii baad dhimatay 12 sano isoo ku jireen
أبوي عبد المطلب بعدين تاني مرك هذا ما وها كفالة قاد أبو طالب أبو طالب مرك دمني يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة يحاج بها عند الله بوي أذا بل وحات لا لا إله إلا الله ألا أكتيس أن كوك الدعوات بل ده بوي مرك أشيروا أن قرنوا حقي هاي وها أكفر لي أبو جهل يوم أترغب عن ملة عبد المطلب عبد الله دين في مكتن وكل أبو طالب هو على دين عبد المطلب وكل نبا قري دحلاني اللي يدهدو آد وعجب بدنون ومن أبور بدن أصل المطالب في سلام أبي طالب مرك ألا نعبد إلا الله وكلمة ده والنبي الله محمد أذيرك أبي هذا أنا أبي إذن كما سر حق إله نبي إذن كما سر عابد ميساني أنا أشكسوه عابدني فإن تولوا هدي جيستان فقولوا حاط كتلا هذا اشهدوا مرخاتك هذا نغضا لأننا أنه مسلمون إنا النهي كلمة هذا سواء إنك لقيا وي اسمها عنا وي يا أهل الكتاب إلو كتابه لما تحاجون محاط أقوم رميسان في إبراهيم إبراهيم في محاط أقوم رميسان يوماكي وما أزيل لما بسودج وما أزيل التوراة توراة لما سودجين يقول الإنجيل بالجيل إلا من بعده أنتي إنسان كذا بيسمويان فلا تعقلون ما وين وحوق جراني يهود واحد لهن إبراهيم يهود بوها نصارى نوحيد لهن إبراهيم نصارى وها ودين تيسير وانه هيسنا كل كاسال اللي يوم روحات كذا مر ويسان توراة دي إنجيل بإنتي إنسان كذا بيسمي بسودكين بدقوماتي قوم يهود نصارى نقضي ما هذا قوم مر ويسان إبراهيم ساسوا إبراهيم حديث المسلم بوها ما هي واحد شيء إنسان يهود نصارى من ماها wa ben bay sheegay iska been abuurteen oo diintii nabi ibraahim baan haysanayo yahuudnimada iyo nasaarada iyo ahabeen hada qolo walba goonida uu leedahay iyagu isba waafaqsana ya ahla alkitabi ahlu kitabo lima tuhaajun mahad ugu murmaysan fi ibraahim ibraahim haqqiisa mahad ugu murmaysan oo u leedihiin waa yahuudi iyo waa nasaara wal hal ma unzilat an la soo dajin atawratu tawradi wal injilu illa min ba'd isaga dabdi mooyaan كورم يهودي النصارى وبكور وبكورين فلا تعقلون وحبا ميدا فهم سنين وحبا ميدا قرنين ها أنتم يدينكو هؤلاء هؤلاء كواسو حاجتهم أتكوا مرنتان فيما شيء دحدي لكم يدينك يسمون به شيء علم أجان فلما تحاجون محاط أقمر ميسان فيما شيء ليس لكم أن يدينسون به شيء علم علمي والله ألا يعلم في أجيه حقيقة أجيه وأنتم يدينك لا تعلمون ما أجدين والوحن هذا يدين هوري على إيو diintan iyo tawreedana dhahay satan iyo nabi ilaah muhammad kan idin la joogay iyo aadba ku murantaa nabi muhammad nabi ma ahayo waa sidaas iyo wax doonta kuba murmada waxay daan ogeyn boo idin ka horeeyay maxaad ugu noysaa ilaa waxa ka hortaagan baa laga murmo kara wax laga sheekar laakiin wax ka horeeyay waxba laga sheekar karo ha antum idinku ha ulay hadu waa tanbiih ha antum idinku ha ulay ha ulay kuwaaso yahuudi iyo nasaar ah حاجتهم أتكوا مرنتان فيما شيء ليس فيما شيء دحدي لكم إذا كنتم يسمون هذا به شيء علم أجان أذوحكوا اكتهين وحيابا هذا إذا نهر يا الله فلما تحاجون محاط أقوم ربيسان فيما شيء ليس لكم إذا يسمون به شيء علم أجان محابا كينتا وحيدا أقيم بك وأما لا أول والله الله يعلم وأقيهي وأنتم إذا كنتم لا تعلمون وحبما أقيدين الله الحقيقة أقا سيدا نليه ما كان إبراهيم إبراهيم ما أهين يهوديا يهود ما أهين ولا نصرانيا نصرانيا ما أهين ولكن كان وحوها حنيفا حق راعي بعد الكلاحدة مسلما أو مسلما اللي هو قاسمي وما كان من أهين من المشركين المشركين تكمد ما أهين آيات دعا وما كان من المشركين وحيث المامسة يهوديا يا نصارى وقال أهدي ومشركين بل كان نبي إبراهيم يهود يا نصارى من ماهن محايا لمشرك ما هين لبدا قول النكي كمده ومشرك وين بركة محايا نبي إبراهيم ما شكين ما كان ما هين إبراهيم إبراهيم يهوديا يهود ما هين ولا نصرانيا نصرانين ما هين ولكن كان وحوها حنيفا حق راعي مسلما أو مسلموها وما كان من المشركين مشركين تنا كمد ما هين بركة يهوديا نصارى سيدا إبراهيم وقاده وين بس هذا كلام لرع يوحالين إن أول الناس دتك كأوحجة وهو ليس بإبراهيم إبراهيم للذين كوا يتبعوه الراعي يو هذا النبي نبي محمد دتك كوا أوحجة الدين في ساحة وكوا راعيه نبي الله محمد
يو الذين كوي آمنوا رمي نبي الله محمد والله ألنا ولي المؤمنين مؤمنين تمام له هذا وين مؤمنين تأجرجاره هذا وين الله سبحانه وتعالى ما كان يهودي نصارى حال ليه يعني إذن كنبي إبراهيم دين في سماه ستان ومن حكتان نبي الله محمد يعد راعي بحكته يعد بري قار راعي إن أول الناس ذاتك كقول ليس أقول حجة سكيا نمو بإبراهيم إبراهيم للذين كوا يتبعوا الرعي وقت جيسي ينتي كده مثل يو هذا النبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يو الذين كوا آمنوا فيه والنبي الله محمد رعي نبي إبراهيم دين هي سكوا هست أقول حجة وقوة والله ألا نولي المؤمنين مؤمنين تا كما مولاه ويان لفظ جم ولي ولي وفعيل أو بمعنى فاعلة وقريب إلى الله قصك ولي وحكون قن الله ولي المؤمنين المؤمنين كأوجر جاروي أن ولي الله وحكون قن وحوي قريب إلى الله بالطاعة لا إله إلا الله محمد رسول الله مركو جلاد وولي قصك قالوا أسود وادي قف بقف كذا عبديها يكول سني ودت وهيجعلهم ضعيفة قلوا ومن أهل الكتاب إلى الكتاب ككمله لو يضلونكم هذا إذن لمن لهاية يعني إضلالكم بيجعلهم لو دوا مستريا وما يضلون من اللمن يان إسكو ضيقا إسكو ضيين إلا أنفسهم نفتو دموين وحلو من تاسي دباتا دا إياقوا بيهاي ستا وما يشعرون من أغا إن ضلالك يدباتا دا إياقا ديبو سونغن وهو يقول الصحابة هو حذيف بن اليماني كميدهين oo sahaba ah maad bin jabalna inuu kamid haa baan u maleeyay ee kuwa isku dayeen inay wax u sheegaan waxa way diintayada xaq ah sidan weeyo la soo raaca iyagoon wali u jawaabin kulli xaq bay u jawaabi lahayn oo eri lahayn ya ayadana dusha ka foosh marka gaaladu waxay isku dayayaan inay idin gaaleeyaan hadda musaasirqeenta iyo munasireenta kuwa dadka inay nasareeyaan doonayaan iyo kuwa bariga waa muslimka u jeedaan inay gaalayaan doonayaan intaas way hay adood kumaankum boqolal kun way hay adood oo dadka islaamka diinta laga saaray in qaysa wuxuu yiri dadka diinta soo galinina diinta masiixiga waa sharifteen hadda diinta soo galisaan ka saara diintooda laakiin tan iyo soo galin wada taayfatu qala waxay jecel yihiin oo minha min ahli alkitab ahli kitabkii lo yudillunakum haday idin lumin lahayeen idlalakum way lawdu masriya layda waa yidilluna man luminayaan ila anfusum naftooda mooye oo wixii dibahay ka yimaada luminta ay isku dayeen iyagu dib ugu noqon iyaga lusan way shucuruna man uga in xaaladu iyaga dib ugu noqon ya ahlul kitaab ahlul kitaab kiyo lima takfuruna mahad uga gaalawdeen ayadu mudari' baa la cabiray waqtiga la joogay hadalkii loo yijeediyay weyn bi ayatillahi ilahi ahdiis wa antum idinkuna tashhaduna ad ukti نبي الله محمد إنه حقيه بعد أكتين توراة ينزل بقرية سفدي سوء كاملة القرآن كيس سفدي هاي إذن كل سيدا أوه قال لماذا بحد ما حد وقع قالوا دين بل كيهودي نصارى وقالوا يهود ومعاندين حق ويأجهم ومعاندين نصارى سوى جاهلينه نك هي أها بولس رسول بولس صدق بقول الصلاة ين الدين تا إنجيل محرف أهينه اللي قدر مثلي marka ninkii buqto nasar aha ya ku soo duulay oo yahuudi iyo baabiyay nin boolis la yiraahdo ya yimid oo yunaani ah giri qolada la yiraahdo diintii nasaaradu qaatay ninkaas 300 qays buu isugu yeedhay cod baa loo qaaday waxay diin ka dhigan lahaayeen sidii loo batay diin ka dhigay diintii waa diin cod loo qaaday markaas uu sanad walba wax ku soo kordhinaya ninkaas halumiyay marka ya ahlul kitaab ahlul kitaabki yow lima takfuruna mahad uga gaalawdeen oo u diideen bi ayati llahi ilahi ayidis wa antum idinkuna tashhaduna adqiraysan oo ogtihiin ya ahla alkitab walala hadlaya garo lima talbisuna alhaqa haq mahad ugu khaldaysan oo u dhexgelinaysan bil baadil baadil oo wa taktumuna alhaqa haq adqiraysan saafiga aha wa antum idinkuna ta'lamuna haqa ad ogtihiin haq ya baadil ki mahad isugu darteen oo haq u qarisayn ila haqiiqa baadilka hadayn isku darin haq way qariyeen markay haqiiqa baadilka isku dhex sheegeen oo yahuuddu bilmatal waxay leeyihiin dadka gaarka waxay u sheegay iyaga dhexdooda markay joogan warinkan uu dawaan nabiga la sheegi jiray yahuuddu waxay u soo dageen madiina nabiga bixi doona yeynu raaci doona nabiga soo dageen
marku baxayna way diideen waanu hubnaa bay inuu nabi yahay iyo dadka kale kulayeen war xaqiiqda baadashkiin taa isku darteen yaa xaqiiqda isan baalay taa xaqo saafi ah sheegtan baalay yaa ahlul kitaab ee ahlul kitaab tiyo lama talbisuna alhaqa haqa maxaad ugu khaladeen bil baadil baadil oo isugu dhex darteen oo xaqa gooni ugu sheegi waydeen wa tatumuna alhaqa haqiqat qarisan wa antum idhukuna ta'lamuna haqa adoktihin wa qalat wa hayti li daifatun qawlu min ahlil kitaabihi aminu fumaya بالذي كنزل الوسود الجي على الذين كوا آمنوا فمي والنبي محمد راعي وجه النهار مالك أول كذا وكفروا كجالوبة آخرهم أنت آخر كذا كجالوبة لعلهم يرجعون إن كان نقضا إلى إن قديم بين تنسين وحيره النسك خرع أنت إن الصلاة الصبح يلتو كنوع وح سلام موجسنه نسك دمن أنكب إحنا والدين تنو دين ما عندنا سيا يجو يدهن وركواسا إن قع المرونة دين تنعب بيكو أركان وصار سأقول نقدن سيا يدهن دين تنعب إلين روح علم قلهم علينا يدك كورلهم يا أنت بدن روح علم قلهم علينا ووذات بأن واحد يسيا أكل إن تعرف بكو هذا يوني ووذات بأن واحد يسيا عربي بنكو هذا عادي وأخطر مركز روح أذو علم أذو ملاينس وكل من كره وحب كل من كره بعد علم ملاينس hadda inagoo kale waxayna la gudboon nin haduu cilmi sheego hadiidino ha ka boodin hana durbaba raacina isaga la sheekayso oo bal daliilku keenay iyo meeshu u saaro inuu dadweynaha kamid yahay kala hubso allah wuxuu leeyahay qala taayfatu qala waxayti min ahli alkitabi ah aaminu fumaya billadhi kunzila lagu dajiyo ala alladina ku aamanu mu'minu wa janna hadi malinta awalkeeda oo subaxaya inuu la tukano wakfuru gaalooba ka gaalooba aakhirahu sanad maalinta aakhirka lacalow iyo ciise oo noqdaan oo yiraahdeen niman kana inaga cilmi roona deediintii ceeb ay ku arkeen walaa tuuminu ha rumaynina iyaga isiri illa liman mooyey tabi'a raaciidinkum diintiin ha uru sheegina way run ha u sheegina inuu nabi ilaahay xaq yahay nin inaga ina raacsan mooyey ha u sheegina qul wa hatira innal huda hanun ku huda allah alla nunki saway ay idinku ma haysaan inta yari allah ba ku soo dhex daray هذا القول وكا ولا تؤمنوها أرمينينا إلا لمن مويه طبيعة راعي دينكم دينتينا سيان الله سينين أحد أحد مثل ما أوتيتم وحي الليدي أو يحاجوكم أين إذن كلام إذن كم مرخاتك عند ربكم ربك الأكتا معناها معناها كتيرة وحوية فروحنا فنها وشيقين أو أنا نقل نرعسين نبي الله محمد حقوي هنا سي أين أغو الظاهرين حق أغو الظاهرينو ayna inaga inoola sinmin oo wax la ina siiyo wax lamid ayna u helin hadaynu nidaa diintaas waa xaq niman inaga hayn aanu sheegno inaga ilaa min noqonaya wax ina siiyo baa la seen marka laba isbarbar saleen noqonayna marka waxba u dhaahiri ha u dhaahirin ilaa leeyin wala tu'minu ha uhu sheegina illa liman mooy tabi'a raaydiinakum diintiin oo diintiina raacayo nabi maxamed xaq weeyaa hadhina qul waxaad ku tiraa innal hudaahanu ku dallahi wa ilayhi hanunkiisa way ka idinku ma haysaan maxay sidaa u leeyihiin walaa tumin ila mutawaddika ayuta laalla yutasian loo siinin ayna ugu laahirin ahadun ahad misal baa u tiitum wixii la idin siiyay aw yuhaajukum in idin kula murme idin kula doodin cinda rabbika oo qiyaamaha markii la tago ayna dhihin ya allah way ogaayeen u kasba u diidan ayna idin dhihin waxay la tahay qarintan ay qarinayaan inay wax tar hadaynu u sheegna dadka qiyaamaha inaga garheeli bay ilaahdeen oo way ugaan baydeen laakiin aan qarinno seen qiyaamaha inaan ugu fashilmin ama dadku inoola siinno wax la ina siiyay ruuxna aan loo siinay qul waxa tiraa inal fadl fadl ga iyo nicmad iyo wanaag u biyada ilaah la gacantisa ku jira yutihi wuu siyaama yasha qofku doono wallahu alla wasi'un fadluhu fadlihiisa khayraatiisu ku balaaran yahay way aliibun oo ogow marka iyagu hadalkiina si kasta isku daya wax ka say yahuuday sameeyay iyo ahlul kitaab oo fadliga allah baa hayo ninku doonaysiin idinku mana haysaan ubana diidi kartaan baa laleey qul waxa tiraa inal fadla khayrka iyo wanaagu biyadillah alla gacantiisu ku jira yutihi wuu siyaa man yashaa qafu doono wallahu alla wasi'u fadluhu fadligiisu ku yahay way caliimun og yadda aan sheegay ee carabiga ayan af soomaaliga aan idin quraanka ku taala waka anigu ma dhihin halkaas ku taala marka yadaasu waa yad alla leeyahay inaan garanayn laakin yaa ku qaad xagee ku celin sideed u noolaan haddii yadan
fasirto oo dhinac kale u fasirto magac kale ila sidana buu nabigu inuu soo gaarsiiyay yaxtasu alla wuxuu ku khaaseela raxmati raxmadi samayay saw qofku doono sida nabi ilaahay maxamed oo kale oo nabinimadi ku khaaseela aakhiru nabuwa oo ku khaaseela yaxtasu wuxuu ku khaaseela raxmati raxmadi samayay saw qofku doono sida nabi maxamed oo nabinimada sida saxaabadiisu ay u rumayeen oo yahuudi u rumayn waayeen wallahu alla nadu al-fadl فضلك صاحبه ويا فضلك العظيم أوينا إلهي فضلك يسير رحمتي يسير نعمتي يسير برواقتي يسير أوحاد وين ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كوحا كمدا من ضبا كمدا إن تأمنوا هدادوا آمنتوا بقدار الحوال أبدا دوري يتبنكن أو فضل هدادوا آمنتوا يؤديه أجودا إليك حقاد ووحبك خيانين حوال آدوا بدا هدادوا ديمتوا سيد عبد الله بن سلام وكالي ومن أهل الكتاب كوحا كمدا مدد با كميد انت امنو هداد وامنتو بدينار هل فيلنا لا يؤديه ان غدين اليك حقا كو ديبين الا ما دمت انت دائم تمويه قائما عليك دلتاغ انت الله ور وحي اسي مويان داد كدقو جيد كا دو مرتو ود كو سو نقطو وخبا كاما يو كو ديو غدين قارنا خيرات بي قبانو خولا دن او دور 17000 او ردولا او دهب هداد ديبتو و كو هينو امانيدي كو غدين ilo kitabka kamid uu marka qayb fiican ba jirta nabigu kaleey salaatu ay intuu joogay wax yahuudaha oo muslimay dhawr dadan 10 dhanay ba la sheegay wax yahuudaha oo muslimay laakiin nasaaradu way muslimi jireen nasaaradu way muslimi jireen wamin ahli kitab ilo kitabka waxa kamida man dad ba kamida inta aman hadaadu aaminto diqindaarin xoolo badan dhawr 17000 oo rodol yu adhi gudan oo ku dhiibi ilayka xagaaga oo kugu simi ومن محاكمة من باكمل أنت أمنه هذا أم أنت بدينار هل شلنا لا يؤديه أم جذن إن شلنك إليك حجارا أنكو دي بين إلا ما دمت أنت دائم سنتها قائمة كي تعلي دشيس ما هو عن أين حق أودي بين ذلك حق دي دداسي أين حوله لو أمن دي بين بأنهم يوم قالوا حيلهن ليس علينا دش يضا معها واحد دم بئه دش يضا ما في الأميين في maal ummiyiina dadka carabta amaalkooda shabiil wax wado oo dambi hina ma soo gal marka way ka cun jireen oo xishwo cilmi bay u malayn jireen oo haday cilmi u sheegan wuxuugay bay ka qaadan jireen way gunayn jireen culibannimo iyo wadaadnimo wax kaga qaadan jireen marka waxay aaminsan yihiin xoolaha carabta ay ka qaadanayaan inay xalaal yihiin bay aaminsan yihiin oo carabtu wax dadaba ayna ahayn bay la tahay allah wuxuu leeyahay qaalu bidalika حق إسئلالنت حق إسكإلال إلا أن تاسي لأنهم بسبب أنهم قالوا وحيد هذين ليس ماهن علينا دو شيئا في الأميين كوا عربتها وأفلا وياشو وحبقوا لأقوني سبيل وضو دمبئة وضد من الذنوب وحوضوه نصوغ شامتلو ويقولون وحي إليهن على الله ألا دو شيسا الكذبة بين بكبين يقولون ويكبين أبورا على داسا كتسين يفترون على الله فيقولون ذاكا يقولون وحي الله كد ليهن وكبين أبورنا على الله الكذب بين وهم يقولون يعلمون ويؤجهن إنه بين الياليهن ويؤجهن الدنوه ذي خاعانيا وهذه علم النمذن هي حق عديان وحكا قول علم النمذن حق عصال الرائعين وسيد النكي عبد الله بن أبي بن سلولة مكو النبي قم مدينة تغين استغو في أوسي خجرت أي بقر نمو على مسارين يو تغين مكو النبي قم يمد حقنا الله وذا الله حذين xiqdiga halkaas uu ka qaaday bala sida ay sheegeen ma ahe oo umiyiinta xoolahoodu xalaal uma ahe man ufaa qofkii oo fiye biahdi alla balantiisa oo fiye oo ah alla balantiisa in islaamka lagu dhaqmo oo xaq la ilaaliyo oo wataqa rabbigi ka baqa fa inna allaha la yuhibbul mutaqina mutaqintu jacayl sida ayagu ay sheegeen ma yow maadaama ina mutaqina hayn alla waa cadeysan yahay ee waxa alla raali ka yahay sida ay sheegeen ma aha xooluhu waa ka xaraam ee xalaal uma aha alla wuxuu raali ka yahay oo aan dambi dushiisa saarayn qofkii alla balantiisa oo fiye wey bala sida ma aha ay sheegeen oo iyaga in aan dambi ka haysanin xoolaha umiyiinta ma aha bal waa dambi la yaa ee man oofaa qofkii oo fiye biahdi balanti oo alla la galay balanti uu dadka la galay wataqa rabbahu rabbigii ka baqa فإن الله ألا يحب المتقين متقينته جعليا فإن الله يحبه هذا عربية ملكي الله وميل ضمير المتقين ذو
وميل ضمير فإذا الله يحبه ظاهر بالك أنا وحل وجع على ذين وتقوذي هاي بالك تصير إن الله الله يحب المتقين وجعله إن الذين كوا يشترون كوا يبسري بعهد الله ألب لنتيسا هي وأيمانهم دار طوضة ثمنا وحير ثمنا العد قليلا وير أولئك كوا سلا خلاق النصيب ومسقنا لهم يقفل آخرة آخرة نصيب كمال نصيب خيرات كمال ولا يكلمهم الله الله لما هذا تكليم الرحمة هذا الرحمة هذا العنان يعقاب والغلها ولا ينظر إليهم ما يقول تكريمة نظر الرحمة نظر عقاب والإيجي يوم القيامة قيام يوم كيس ولا يزكيهم الله مطهره ومدن بالدافه ولهم حاوسون لعذاب العذاب أليم حنوشية مؤلم حنوشية هو بلنته هذا يهود كليا معها بلنتي دارت ودي waxay ku dhaartay been bay ku dhaartay ogay bi doonayaan inay ku qaataan balantii ay alla la galeen ama dadka la galeen way ka baxeen iyaga wuxuu uga yaro guna araba way ka baxeen kuwa noocaas qiyaama heerkaasi taagan yihiin innal ladina kuwa yashtaruna ku ibsada bi'adin balantoodi wa eemaanihim dartoodi samana la aqalina oo yar oo meshii dartii ka oofin lahayeen been ku dhaarto dartii ka baxay meshii balantii oofin lahayeen wuxuu uga yar dhaafsaday أولئك كوا الله خلاق النصيب لهم أمسونا في الآخرة آخرة ولا يكلمهم الله 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 اللي ما يتكليم الرحمة هذا الرحمة هذا العذاب لقوله ولا ينظر إليهم اللي يجمعه النظر الرحمة نظر عقاب اللي يجمعه يوم القيامة قيامة يوم كيسة ولا يزكيهم الله الطهير ما يؤدن بقوة الدافع ما ولهم هو هذا عذاب العذاب أليم أليم حانوشية وإن منهم إن منهم waxaa kamida eelu kitaabka la fariiqan qolo yalwuna leexinaya alsinatum arabkooda kulleexin bil kitaabi kitaab kulleexin oo siduu ahaa si aan ahayn u fasiri li taxsabuhu dadka dhageysanayo inaad u malaysaan mil kitaab kitaabkii nabta inuu yahay wama huwa maaha mil kitaab kitaabkiina kamid maaha wayaquluna wahidi huwa waxan aanu anagu gacantayada ku qoray min indillaahi allah xaqi shukaymin wama huwa من أهم من عند الله وما هو ما من عند الله الله حقيسه كماها ويقولون وحيكده يكبين أبوري على الله ألا الكذب بين ولهم وهم يعلمون ويجين ماشين وحوي ذكر علماء دبك أقوين ماشين وكايسة نبى كتابه يسقول يقال كتابه يسق قرآن فكرة دي ساء وركان سدد كأقول شيء واحد إنه دين يعني ودد كأقول شيء وهذا هو حكم فسيري كنا قرناسة نبى أنتم قرديه وحقه waxa uu inta qoro dadka ugu sheegay inay xaq tahay diinta ay qirdhaaso waaga hor yar yar isaa saandhin jir hadda ahana mooy marka waxa weeye qolada dheelo kitaabka arabkoodi kulli xuno masale ee meeshii xaqii kalaamki meeshu aha meel aanay be ku fasiraya waa sida bidcada oo kale intay wax aqiideeyaan yey daliil u raadin markaas ay leeyeen quraankii baba sidan yidhi iyo kulayeen wixii ay qoreen ay iyagu hindiseen bay ku sheegayaan kitaab alle وكتابك حق قالوا كيمد بيلي وان منهم قالوا كتابك وحاكمه لفريق قلا كمده يل لفريق قلا كمده يلون ليحيي السنتهم عرفوا بالكتاب كل حيي او سدوا سي انهن افسري لتحسبوه ان ام ليسان دتت من الكتاب انتو سو قريب لو كان دا دينتي واتن وما هو ماها من الكتاب كتاب كان كمد ما ويقولون ورنيا هو وحن من عند الله الله حق يسكن وحن عن قرآن الله حق يسكن وما هو ما من عند الله كما ما هو وحي يوه هندسين القرآن ويقولون وحيده يكبين أبوراً على الله ألا الكذب بين وهم يقولون يعلمون ويؤجهن إني بأن ليالهم بدعني مذو وخطر وين والله سبحانه وتعالى أعلم.